السلام عليكم ورحمة الله، بعد تصفحنا لصفحات الفيسبوك وجدت هذا المنشور بالنسبة للمقصيين من منحة البطالة أو الذين لم يقبلوا في منحة البطالة بسبب المنحة الجزافية، المنحة جزافية تتضمن الأمراض المزمنة والمطلقات إلى آخره، هذا المنشور يقول السلام عليكم أرجو النظر في انشغالنا نحن أصحاب المنحة الجزافية لأننا لم نستفد منها مطلقا من المنحة قمنا بإيداع ملفات فقط منذ 2020 لكن لم نستفد قط منها. مع وجود شهادة عدم الاستفادة لكن تم عرقلتها من طرف الوكالة المحلية التشغيل الشباب حيث لم يتم قبول الطعام بحجة لم يأتيهم أي قرار من سيادتكم نرجو أخذ انشغالنا بعين الاعتبار تم إقصاؤنا من منحة البطلة مع اقتراب العيد نرجو منكم النظر وإعادتنا اقترب العيد ولدينا أطفال نريد أن نرى فرحتهم بالملابس إلى غير ذلك أصحاب المنحة الجزافية الغير مستفيدين من منحة البطالة والمعلقين أيضا من منحة البطالة ينتظرون من الوزارة ومن رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصافهم.